بين البحر الأبيض المتوسط للمسرح ببادرة من المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بالقيروان، وهذه الدورة الرابعة اللي سنا باش ننظموها بالاشتراك مع مراكز فنون درامية في سوسة والمنستير والمهدية. هذه الفكرة اللي تأسس فيها المهرجان مجموعة من العروض المسرحية من تونس ومن 6 بلدان متوسطية، اللي هي الجزائر، ليبيا، مصر، لبنان، وإيطاليا وفرنسا، بالإضافة طبعا للعروض التونسية اللي باش تكون حاضرة معنا. تقريبا 24 عرض مسرحي سيقدم خلال هذه التظاهرة، ومجموعة من الورشات، لأن المهرجان قائم أساسا على عروض مسرحية متنوعة في فضاءات مختلفة، وأيضا ورشات، الورشات كلها في فن الممثل، يأمنها فنانين وممثلين من إيطاليا، من فرنسا، وأيضا من تونس. بالنسبة لنا احنا في القيروان باش يكون عندنا ورشة أيام 6-7-8 بمركز الفنون الدرامية، يأمنها فنانين من إيطاليا، وكذلك في حفوز باش يكون الفنان خالد بوزيد يأطر ورشة أيضا في فن الممثل أيام 6-7-8 في حفوز. بقية الورشات ستكون في بقية الولايات أيضا، نلقاو مجموعة من الفنانين من فرنسا ومن إيطاليا، وأيضا معهم وليد الدغسني في سوسة. كل هذه العروض سيكون الدخول لها مجاني، الورشات أيضا المشاركة فيها مجانية. العروض كلها تنطلق الساعة 6:30 تقريبا، بمعدل 6 عروض في كل ولاية، بالإضافة إلى حفل الافتتاح اللي باش يكون اليوم في القيروان من خلال عروض تنشيطية وعرض موسيقي شبابي بحضور بعض الوفود اللي وصلت. ثم الاختتام سيكون يوم 8 في مدينة سوسة، أيضا في المركز الثقافي بمدينة سوسة. الإعلام وكم يتمشاش مع الفن، الفن ما يتمشاش. مرحبا بكم، وبكم أنتم الفن يتوسع في العالم وفي ماذا بنا في المغرب العربي أكثر وأكثر، ومشارك في مسرحية العازب. جينا هنا باش ندعموا ونساهموا في الحركة المسرحية التونسية، وهذا بالمشاركة في مهرجان الدورة الرابعة للمسرحي البحر الأبيض المتوسط بمسرحية العازب. نتمنى إن شاء الله هذه تكون أول مشاركة ومش الأخيرة، وأنا نعتبرها هنا في بلادي، والحمد لله راني في وسط عائلتي وما كان حتى بالراحة والطمأنينة. مهرجان البحر الأبيض المتوسط للمسرح دخلناه تجربة، نحن 4 مراكز، مستير، سوسة، القروان والمهدية، على أساس أن كما يقولوا حمل الجماعة ريش، فهمت، وحبينا أنه نحاولوا أن ننهضوا بالفعل المسرحي، وأنه تكون عندنا شراكات على مستوى الوطني، إضافة إلى أنه المهرجان مازال في بدايته، باش تولي عندك مهرجان دورته الرابعة معناها نحكيه على دورة خامسة، العاشرة نوليو نحكيه على مهرجان دولي بامتياز، تكون مشاركة فيه بريسك دول البحر الأبيض المتوسط الكل، إضافة إلى عروض تونسية تكون في المستوى. نحن نتوسموا خير أنه نحاولوا أن تولي عنا مسابقة، مش مجرد عروض، تولي مهرجان البحر الأبيض المتوسط يحتوي على مسابقة مسرحية في أعمال فهمت على مستوى البحر الأبيض المتوسط. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.